يا جماعة خلونا نعترف، احنا طلع مضحوك علينا، الارض مش مدورة، الارض مسطحة وشبه القرص، والسماء عبارة عن قبة، والشمس والقمر قد بعض في الحجم وموجودين في مستوى واحد وبيدوروا جوه القبة دي، والعالم له حافة ونهاية ومحدش يعرف لحد دلوقتي ايه اللي موجود ورا الحافة دي، واحنا تم اشتغالنا اكتر من 2000 سنة. وللأسف للأسف في ناس مؤمنة بالكلام اللي انا بقوله ده لحد دلوقتي. السلام عليكم. في السلسلة دي احنا هنتكلم عن الارض، شكلها، طبيعة دورانها، مكانها في الكون، وهل كل الحاجات دي بتتوافق مع شكل الارض وهي كورة، ولا فعلا الارض مسطحة واحنا اتضحك علينا كل الفترة دي. هكدب عليكم لو قلت ان الاصل في شكل الارض انها كورة، ده مش حقيقي، لان الناس كلها كانت عارفة من قديم الازل ان الارض مسطحة، لان اسهل طريقة الناس كانوا بيستدلوا بها على الموضوع ده كانت عينيهم. ده بخلاف طبعا ان الناس كلها كانت عارفة ان الارض هي مركز الكون، والشمس والقمر والنجوم والمجرات وكل حاجة في الكون هي اللي بتدور حواليها، وده طبعا عشان الايجو بتاعتنا ما تنهارش والبرستيج بتاعنا وسط المجرات. وخلونا اعترف بصراحة اكتر ان الخناقة على مركزية الارض للكون كانت اكبر بكتير جدا من الخناقة على كرويتها اللي ما خدتش لا وقت ولا مجهود كبير في اثباتها. لكن حتى لو انت شايف ان الارض مسطحة بعينيك، فيؤسفني ابلغك ان مش دايما عينيك بتوريك الحقيقة، عادي جدا ممكن تخدعك. الحاجة اللي انت شايفها بعينيك واثق انها مختلفة ممكن تكون مش مختلفة على الاطلاق. وروح اكتب مثلا اوبتيكال اليوجن على جوجل او على اليوتيوب وشوف هيطلع لك حاجات قد ايه حقيقتها مختلفة تماما عن ما انت بتشوفها. لكن الرياضيات دايما ما بتكدبش، 1+1 لازم هيساوي 2، سواء بقى كنت شايفه، سمعه، حسه. لغة الرياضيات هي اللغة الأصدق في الكون. لذلك قررت ان اول حلقة هتكلم فيها عن شكل الارض مش هتبقى بالعربي ولا بالانجليزي ولا بالفرنساوي، هتبقى برياضيات. انا عارف انها لغة صعبة ومش كل الناس بتحبها، لكن اوعدكم اني هحاول التبسيط على قد ما اقدر، وهستخدم حاجات بدائية اتعملت من اكتر من 2000 سنة سهل انكم تعملوها بنفسكم وتتأكدوا من صحتها. واوعدكم بقى السلسلة مش هنقرب من الرياضيات تاني. فكرة الارض الكروية بدأت تنتشر في العصر اليوناني لما الناس لاحظت ان السفن وهي ماشية في البحر بتختفي من اسفل لاعلى، بما يعني انها ماشية على سطح منحني. ده بجانب حركة الشمس والقمر وظهورهم واختفائهم في الافق، وحركة النجوم ومواقعها اللي بدأت تطرح شكوك حوالين تسطح الارض. لكن الفكرة نفسها كانت صعب انها تطرح، لان اولا الانسان عدو ما يجهل، ثانيا ده ما كانش الترند السائد وقتها لا عند المجتمع ولا عند رجال الدين. الكلام ده فضل لحد ما جه فيلسوف يوناني من 2300 سنة اسمه ايروسستنس، وقتها كان عايش في الاسكندرية وكان امين مكتبة اسكندرية، وسمع معلومة كانت في منتهى الخطورة. ايروسستنس سمع ان يوم 21 مايو من كل سنة الشمس بتتعامد على اسوان، وبالتالي اي حاجة موجودة في اسوان ما بيكونش لها ظل في نفس التوقيت ده على الارض. لكن في نفس ذات الوقت وهو موجود في اسكندرية كان شايف ان الحاجات لها ظل عادي. صاحبنا ده قال بما ان الشمس بعيد فاشعتها لازم تكون نازلة بشكل متوازي، وبالتالي بما ان الارض مسطحة لازم تكون كل الاشياء اللي موجودة على الارض ملهاش ظل في نفس التوقيت، خصوصا لو كانوا في منطقتين قريبين زي اسكندرية واسوان. الا اذا بقى الارض ما كانتش مسطحة وكانت مدورة، ساعتها الانحناء ده هيكون هو السبب في تكوين الظل. ولو مش فاهم ليه الضوء اللي بيجي من مسافات بعيدة لازم يكون متوازي، هات اي حاجة وسقط عليها ضوء من مسافة قريبة، هتلاحظ ان اقل انحراف للحاجة دي يمين او شمال هيكون ليها ظل عشان الاشعة مش متوازية. لكن كل ما تبعد المصدر كل الظل ما هيقل مع نفس قيمة الانحراف، لان الحزمة الساقطة بتقرب انها تبقى متوازية، وبالتالي الشمس البعيدة جدا دي اشعتها اللي هتسقط على الكوكب لازم تكون متوازية. وحيث ان هو كان عالم رياضيات مش بس استنتج ان الارض مدورة، ده قدر كمان يحسب محيطها ونصف قطرها من الموضوع ده. ايروسستنس قال لو تخيلنا عصايتين، واحدة في اسوان وواحدة في اسكندرية، والعصايتين اتمدوا لحد ما وصلوا لمركز الارض، الاشعة نزلت على عصاية اسوان وما عملتش ظل،
ونزلت على عصاية اسكندرية في نفس الوقت وعملت لها ظل عشان مايلة بسبب انحناء الأرض. فزاوية سقوط الأشعة على عصاية اسكندرية اللي هي دي هتساوي زاوية المركز اللي هي دي. واحد طبعا هيجي يقول لي ليه؟ هقول له الشعاع ده بيوازي الشعاع ده وجه قطعه بقطع، فبالتالي الزاوية دي هتساوي الزاوية دي بالتبادل. وقوم يلا ذاكر. المهم ان ايروسيستنز قاس زاوية السقوط لقاها 7.2 درجة، وبالتالي زاوية المركز هتساوي هي كمان 7.2 درجة. وبعملية نسبة وتناسب بسيطة جدا، فزاوية المركز لما هتتقسم على 360 درجة بتوع الدايرة هيساوي طول القوس اللي هو بيمثل المسافة من اسكندرية واسوان مقسوم على محيط الدايرة بالكامل اللي هو محيط الارض اللي احنا ما نعرفوش. يعني 7.2 على 360 درجة هيساوي المسافة من اسكندرية لأسوان اللي هي 800 كيلومتر على محيط الأرض المجهول، ومن العلاقة دي هتكتشف ان محيط الأرض هيساوي 40,000 كيلومتر. وبرضه بحسبة بسيطة جدا، فنصف قطر الدايرة او في الحالة دي نصف قطر الارض هيساوي المحيط مقسوم على 2 باي، وبالتالي الريسورسنز طلع ان نصف قطر الارض هيساوي 6370 كيلومتر، بما يعني ان القطر بالكامل هيساوي 12740 كيلومتر. واللي عمله الريسورسنز تقدر تعمله انت كمان بكل سهولة عن طريق انك تدخل على الموقع ده اللي انا هسيبهولك في الديسكريبشن وتشوف منه الشمس متعامدة حاليا على اي مكان في العالم وبالتالي ما فيهوش ظل، وافترض ان هو طلع لك اسوان زي ايروسيستنز، بعد كده تقيس المسافة بينه وبين المكان اللي انت عايش فيه قد ايه بالظبط. وعشان تقيس المسافة هتفتح جوه الايرس وهتستخدم الاداة دي عشان تحسب المسافة بين البلدين، بعد كده هتقيس زاوية سقوط اشعة الشمس في المكان اللي انت عايش فيه. نفس الواحد هيطلع يقول لي طب اقيس الزاوية دي ازاي؟ هقول له بسيطة جدا، هتجيب العصاية وتشوف ضلها وتقيس طول العصاية وتقيس طول ضلها وترجع ترسم المثلث ده عندك في البيت، وباستخدام منقلة هتحسب زاوية سقوط أشعة الشمس. كده بقى معاك الزاوية والمسافة بين البلدين، احسب انت المحيط ونصف القطر زي ما حسبناه قبل كده. لكن برغم الفكرة الهائلة بتاعت ايروسيستنز، المؤمنين بتسطح الأرض ما سابوهوش في حاله. قالوا له يا حبيبي انت افترضت مع نفسك ان الشمس بعيدة وبالتالي الأشعة متوازية، احنا ما قلناش الكلام ده، احنا بنقولك ان الشمس قريبة وبالتالي الأشعة مش متوازية. وتفسير اللي حصل ان الشمس كانت موجودة فوق أسوان في التوقيت ده، وبالتالي الحاجات في أسوان ما بيبقاش لها ظل، والأشعة سقطت بميل على الحاجات اللي موجودة في اسكندرية وبالتالي كونت لها ظل، مش تقول لنا الأرض مدورة. وبصراحة أنا كراجل محايد شايف إن الرجالة دي عندها حق، مدام ايروسيستنز ما اثبتش ان الشمس بعيدة يبقى يركن. لكن في نفس الفترة وفي نفس المكان اسكندرية، فيلسوف تاني اسمه ارستاركس جه وحاول ينتقم من ايروسيستنز ويثبت ان الشمس بعيدة مش قريبة، ولكن الموضوع جه معاه بطريقة غير مباشرة. ارستاركس من ظاهرة الكسوف والخسوف كان عارف ان القمر بيدور حوالين الارض. في الكسوف القمر بيجي قدام الشمس فبيضلمها، وفي الخسوف القمر بيستخبى ورا ظل الارض فهو اللي بيضلم. وكان واضح جدا ان دوران القمر حوالين الارض هو السبب في الظاهرتين، بس هو ما وقفش عند النقطه دي وسكت، ده استنتج معلومتين غايه في الاهميه. اولا، ما دام القمر حاجه بضوء الشمس فبديهي يعني ان الشمس ابعد منه. ثانيا، ما دام القمر بيستخبى ورا ظل الارض فبديهي يعني ان هو اصغر منها. وخد بالك انا قلت القمر بيستخبى في ظل الارض مش في الارض عشان بتفرق. ارستاركس قال لك ما لو انا جيت حسبت الفتره اللي هياخدها القمر عشان يختفي في الظل بالكامل، وبعد كده جيت حسبت الفتره الكليه اللي قضاها القمر في الظل، وقتها بس هقدر اعرف قطر القمر. ارستاركس لقى ان القمر اختفى بالكامل في خلال ساعه، وفضل ساعتين لحد ما بدا يظهر من جديد، وده معناه ان المسافه اللي قضاها القمر في الظل تعادل قمرين جنب بعض، وما دام الظل ده ظل الارض فطبيعي يكون موازي لقطر الارض ومساويه في الطول، ويبقى في الحاله دي قطر القمر هيساوي نص قطر الارض، يعني هيساوي تقريبا 6300 كيلومتر. لكن ارستاركس كانت حساباته غير دقيقه لانه ما قدرش يلاحظ ان الشمس بيبقى لها منطقه ظل خفيف يصعب ادراكه بالعين
وبالتالي المنطقة المظلمة لا تعبر عن قطر الأرض بالكامل، ده بتعبر عن جزء فقط منه. احنا فيما بعد قدرنا نتدارك الخطأ ده وعرفنا ان قطر القمر أصغر بثلاث مرات وسبعة من عشرة من قطر الأرض مش مرتين فقط، بما يعني ان حجم القمر هيساوي تقريبا ربع حجم الأرض، وبالتالي قطره هيساوي 3500 كيلومتر. لكن أرستاركس كان مزقطط وكان طاير من فرحة وقال انا كده جبت قطر القمر، بالتالي هقدر اعرف بيبعد قد ايه عن الارض. قال انا هجيب عملة ووجهها للقمر وحركها للمسافة اللي تقدر تغطي بيها على القمر وتتطبق معاه، وبالطريقة دي هقدر اعرف بعده. هو ما كانش ساحر طبعا، بس يعني كان بيفهم في حساب المثلثات. أرستاركس كان عارف انه كده كون مثلثين متناظرين، مثلث صغير من عينيه للعملة ومثلث كبير من عينيه للقمر، وبالتالي نصف قطر العملة على المسافة من عينيه للعملة هيساوي نصف قطر القمر على المسافة من عينيه للقمر. قطر العملة معروف والمسافة من عينيه للعملة معروفة، وقطر القمر حسبه من الخسوف، يبقى فاضل المسافة من عينيه للقمر اللي هي المسافة من الأرض للقمر اللي طلعها بتساوي 200,000 كيلومتر. طبعا المسافة الحقيقية من الأرض للقمر بتساوي 384,000 كيلومتر مش 200,000 فقط، لكن الخطأ هنا كان جاي من الخطأ الأساسي في حسابات أرستاركس لما كان بيحسب قطر القمر وقت الخسوف. لكن كل ده برضه ولسه أرستاركس ما قدرش يثبت إن الشمس بعيدة، لكنه أصبح على بعد خطوة واحدة فقط بعد ما بقى معاه قطر الأرض وقطر القمر والمسافة من الأرض للقمر، وبرضه عن طريق الحاجة اللي بتكرهوها اللي هي إيه؟ حسب المثلثات. أثناء ما القمر بيكون في طول التربيع الأول يوم 7 في الشهر القمر تحديدا، بيكون القمر عمل له ربع لفة حوالين الأرض وعامل زاوية قايمة معاها، ونصه بس هو اللي بيبقى ظاهر مضيء لينا، وتقدر في التوقيت ده بكل سهولة تشوف الشمس والقمر مع بعض في السماء وقت الغروب. أرستاركس قال أنا من الوضعية دي هقدر أحدد المسافة بين الأرض والشمس. طبعا الكلام ده بينطبق على طول التربيع الثاني اللي بيحصل يوم 21 في الشهر، ساعتها القمر بيبقى عامل 3 أرباع لفة حوالين الأرض، وبرضه تقدر تشوف الشمس والقمر في السماء في نفس التوقيت، لكن وقت الشروق مش وقت الغروب. المهم لو جيت في التوقيت ده ورسمت مثلث بين الأرض والشمس والقمر، فأنا عارف كده إن المثلث قائم عند الزاوية اللي موجود فيها القمر، وبالتالي حاد عند الزاوية اللي موجودة فيها الأرض. ولو قدرت أعرف الزاوية اللي عند الأرض دي تحديدا مقدارها قد إيه، هقدر أحسب بسهولة بعد الشمس حتى بدون ما يكون معايا أي أرقام. إزاي يا عم أرستاركس؟ قال من حساب المثلثات. جيب تمام الزاوية دي أو كوزاين الزاوية دي هيساوي طول الضلع المجاور للزاوية على وتر المثلث، اللي هو المسافة بين الأرض والقمر على المسافة بين الأرض والشمس، أو تقدر تقول النسبة بين بعد القمر لبعد الشمس. أرستاركس فعلا قاس الزاوية ولقاها 87 درجة، بالتالي جيب تمامها هيساوي 5%، وهي دي النسبة بين بعد القمر لبعد الشمس. ولو قلبت الكلام ده هيطلع لي إن النسبة بين بعد الشمس لبعد القمر هيساوي 20، بمعنى تاني إن المسافة من الأرض للشمس طلعت أبعد من المسافة من الأرض للقمر ب20 مرة. وطبعا زي ما احنا عرفنا قبل كده في الحلقة ان أرستاركس كان حاسب ان المسافة من الارض للقمر بتساوي 200,000 كيلومتر، وبالتالي حسب ان المسافة من الارض للشمس هتساوي 4 مليون كيلومتر، ودي طبعا مسافة ضخمة جدا. لكن برغم كده أرستاركس كانت ادواته بدائية جدا وما قدرش يحسب الزاوية بدقة. احنا فيما بعد حسبنا الزاوية ولقينا انها 89 درجة 86%، مش 87 درجة زي ما أرستاركس قاسها، وبالتالي لو حسبنا الحسبة هنلاقي ان الشمس بتبعد عن الارض 400 مرة قد بعد القمر، مش 20 مرة فقط. ولو حابب تتأكد بنفسك من تجربة أرستاركس هتستنى يوم 7 في الشهر القمري وقت الغروب تحديدا، هتلاقي الشمس والقمر موجودين في السماء في نفس التوقيت، ساعتها وجه عصاية للقمر عن طريق انك تبص بطرف عينيك منها عليه وكأنك بتنشم بالبندقية عليه بالظبط، وعصاية تانية توجهها للشمس، وبدل ما تنشن هنا على الشمس عشان عينيك ما تتأذيش، اظبطها بحيث تلاقي ان الظل متطابق على العصاية، وقيس الزاوية بين العصايتين بمنقلها، واحسب النسبة بين بعد الشمس لبعد القمر زي ما قلنا قبل كده، وهتكتشف ان القيم اللي طلعت لك قريبة من قيم أرستاركس. كده يبقى الشمس والقمر ما طلعوش في مستوى واحد، ده الشمس ابعد، وعلى اقل تقدير ابعد ب20 مرة من القمر، ده على حسابات أرستاركس اللي فيها اخطاء. وبالتالي اشعة الشمس
لازم تسقط على الارض بشكل متوازي، وبناء عليه حسابات إيروسوستنز بتاع محيط الارض مظبوطة وفكرة التسطح غير مقبولة رياضيا. كل الكلام ده كان عبارة عن اثباتات بدائية جدا اتعملت من اكتر من 2300 سنة وتقدر تعملها بنفسك عشان تتأكد. لكن بعد كده باكتر من 1000 سنة العالم المسلم ابو الريحان البيروني قدر يحسب قطر الارض بدقة برضو عن طريق حساب المثلثات. وفي القرن ال 17 العالم ادموند هالي وجيمس جريجوري قدروا يحسبوا بعد الشمس بدقة عن طريق مرور كوكب عطارد امام الشمس، وطلعوها 150 مليون كيلومتر، مش 4 مليون كيلومتر فقط زي ما ارستاركس طلعها. وحاليا بيتم احتساب المسافة من الارض للقمر عن طريق اشعة الليزر، والمسافات من الارض للكواكب او النجوم عن طريق اختلاف المنظر او الباراليكس. ده غير ان الاقمار الصناعية الموجودة حاليا عن طريق تحليل الاطياف بتقدر تحسب بعد الكواكب والنجوم واحجامها ومكوناتها. لكن طبعا انا مش هتطرق للاثباتات دي، اولا لان الحسابات اللي فيها صعبة ومعقدة، ثانيا احنا ما نمتلكش الادوات لتطبيقها. وعموما دي بس البداية، استعدوا عشان الجاي هيبقى اقوى ومن غير رياضيات. وطبعا ما تنساش الشير واللايك والكومنت، وتستنى باقي السلسلة. سلام.